السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش فيها اليوم مواصلة الاحتلال ارتكاب مجازر في القطاع وهجماته على المناطق المدنية في وقت تتصاعد التحذيرات الأممية من التداعيات الكارثية لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن قرار محكمة العدل الدولية عن الإبادة الجماعية في غزة. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه التغطية الخبير والباحث العسكري حاتم الراوي، ومن القدس عبر سكايب عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس رتيب النتشة، وكذلك سيكون معنا من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا ضياء الشمري. فاصل ونبدأ هذه التغطية. أهلا بكم من جديد، ونبدأ هذه التغطية في اليوم 117 من العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين في غزة، وهذه التغطية التي نخصصها للحديث في الجانب الإنساني كذلك في الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع طولا وعرضا شمالا وجنوبا على امتداد خريطة قطاع غزة. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا من فيينا، معنا الأستاذ ضياء الشمري. مرحبا بك أستاذ ضياء. يعني وكالات إنسانية دولية تقول إن وقف تمويل الأونروا سيكون له عواقب كارثية، هل ترى بالفعل أن الأدلة التي تقدمها واشنطن لإيقاف تمويلها الأونروا كافية في ظل هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للمدنيين؟ تفضل أستاذ ضياء. السلام عليكم بالبداية وتحياتي للجميع. أهلا بك. حقيقة الأمر غريب، يعني المحكمة الدولية في لاهاي أصدرت هذا القرار وأصدرت إيصال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة، ولكن يعني غريب جدا، يعني هم لم يمتثلوا، الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لم تمتثل لهذا القرار، يعني هم قاعدين يناقضون هذا القرار. بالحقيقة أمر غريب، يعني كيف تعملون وكيف هذه الإزدواجية المعايير، أنه قرار محكمة بإبداء المساعدات إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن وهذا الأمر يناقضه بالعكس ما يحدث، لأنه بعدم التمويل معناتها بعدم وصول المساعدات لقطاع غزة. يعني الأمر له يعني على صعيد دولي، يعني سوى إرباك في منظمة أونروا لمساعدة اللاجئين، لأنه الإمكانية المادية من هذه الدول غير متاحة بالوقت الحاضر. والله يعني مناقضين لكل العهود الإنسانية وحتى الأخلاقية بهذه الظروف، لادعاءات باطلة وادعاءات كاذبة، وتبنوا الموقف الإسرائيلي بالدفاع عن نفس، والدفاع عن نفس كيف يكون الدفاع عن نفس وهم محتلين وتدمير بلد كامل؟ هو هذا كيف هذا الدفاع على النفس؟ يعني يقومون بعمليات إجرامية، ولحد هذه اللحظة يقومون بعمليات إجرامية ويدعون يقتلون النساء والأطفال وكل ملتزمات الحياة، يدمرون كل ملتزمات الحياة ويقولون دفاع عن النفس. أي دفاع عن النفس في هذه الحالة؟ نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ ضياء الشمري. أنتقل بالسؤال الآن إلى عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس، معنا من هناك الأستاذة رتيبة النتشة. أستاذة رتيبة، وزير خارجية الاحتلال يتحدث مجددا عن الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية في عموم قطاع غزة لسنوات، هل ترين بالفعل أن حكومة الاحتلال قادرة على فرض شروطها في ظل الظروف الحالية للاحتلال التي يعيشها سواء داخليا أو خارجيا؟ تفضلي.
لسنا خاضعين لإرادة بنيامين نتنياهو أو حتى تصريحات بنيامين نتنياهو. هنالك إرادة دولية، هنالك التزامات دولية يجب أن تثبت فعاليتها. يجب على الدول العربية أيضا اتخاذ موقف موحد وإجراءات موحدة عقابية تجاه إسرائيل في الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل. طبعا هي تحتل الأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما، وبالتالي إعادة احتلالها لقطاع غزة التي تحاصره منذ أكثر من 17 عام هو وارد وممكن إذا أعطيت الضوء الأخضر لذلك من دول العالم، وإذا تخلى دول العالم عن إيمانها بالقضية الفلسطينية وأحقية الفلسطينيين في تقرير المصير. طبعا نحن كشعب تحت الاحتلال مسيرتنا طويلة حتى أتحرر، ولكن إمكانية من عدم إمكانية إعادة احتلال قطاع غزة وإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، لأن أيضا ما نشهده في الضفة الغربية هو ليس أقل إجراما مما يحدث في قطاع غزة، وبنية مبيتة لتمشيط الاستيطان هناك. وبالتالي الموضوع الآن متعلق بالإرادة الدولية بإعادتنا للنضال منذ نقطة الصفر للحصول على حريتنا كفلسطينيين، أو حتى تدخل الإرادة الدولية لإعطائنا هذا الحق. نعم، لكن أستاذة رتيبة، هل الاحتلال يعني مثلا قادر فعلا على تحقيق هذه الشروط التي يعني أعلنها في أكثر من تصريح على لسان أكثر من مسؤول ووزير في حكومة بنيامين نتنياهو؟ هل هم قادرون فعلا على احتلال غزة وجعل هذه المسألة أمرا واقعا؟ هل هذا يمكن؟ أعتقد أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة بال2005 بإرادتها الكاملة أو لرغبتها بذلك. هي انسحبت من قطاع غزة لأنها أصبح من المستحيل على إسرائيل تحمل تكلفة هذا الاحتلال المكلف جدا، مع شعب مقاوم يرفض الخضوع للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي كان بشكل أساسي الانسحاب أحادي الجانب بال2005 من قطاع غزة هو نتيجة الأعباء المادية والبشرية التي تحملها جيش الاحتلال في احتلاله المباشر لقطاع غزة، وبالتالي هو انسحب من قطاع غزة إلى الأطراف، وكذلك الأمر في كثير من مستوطنات الضفة الغربية التي أخلاها. ولكن مبدئيا إعادة احتلال قطاع غزة ممكنة، ستكون مكلفة جدا، ولكن نحن نرى أن بنيامين نتنياهو لا يلتزم بالحسابات المنطقية للربح والخسارة العسكرية أو حتى الاقتصادية، وإنما هو يسعى من ضمن غروره لتحقيق صورة النصر الكبير وأن يكون ملك من ملوك إسرائيل. هذه الصورة التي يتغنى بها، يريد أن يكون مثل هيرتسك ومثل شارون ومثل غيرهم من ومثل بن غوريون، ويقارن نفسه ببن غوريون كثيرا المؤسسين لدولة إسرائيل، وبالتالي هو يريد أن يكون من العظماء بتحقيق شيء عظيم لربما بإعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. أرحب بك العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري ضيفي من إسطنبول. سيادة العقيد، ماذا يعني سحب اللواء الخامس من المنطقة الشمالية في غزة في خضم التطورات العسكرية الحاصلة هناك لا سيما في مناطق شمال القطاع؟ سلامي لك أستاذي الكريم ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلا. الحقيقة يعني هو ليس فقط سحب اللواء الخامس من غزة، هي سبق أن سحبت لواء جولاني وسبق أن سحبت ألوية من ألوية النخبة، وهذا يدل على أن إسرائيل يعني وضع نتنياهو محرج جدا. يعني هو يريد أن يظهر أمام الشعب الإسرائيلي بأنه هو البطل وهو يعني القوة التي لا تقهر إلى آخره، وهكذا يحاول أن يشوقها أمام العرب وأمام العالم، بينما هو يرضخ الآن لضغوطات يعني خلافا للضغوطات التي يمارسوها المقاتلون والبسالة التي أبداها المقاتلون والخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل وخاصة في العنصر البشري، يريد أن يظهر وكأنه منتصر، إنما يعني من تحت الطاولة هو يرضخ لضغوطات. ورأيتم البارحة وزير خارجية بريطانيا أعلن أنه ليس لدينا مانع أن نعترف بالدولة الفلسطينية. لذلك هي هذه الحركات كلها تخضع لمفاوضات غير معلنة، ولكن يعني هو يغطيها بأنها تكتيك واستراتيجية عسكرية. نعم،
طيب هل يمكن فصل الاستراتيجية في شمال القطاع مع جنوبه، لا سيما في خان يونس التي تشهد اشتباكات ضارية مع المقاومة عقيد حاتم؟ من هذا الذي لا يمكن أن يوصل؟ يعني إسرائيل تحاول دائما أن يعني تظهر وكأنها هي تحارب جهتين يعني لا ربط بينهما، علما بأن جميع الأحداث ومن خلال المراقبة لما يجري عسكريا على الأرض العملية واحدة والترابط موجود. والآن يعني نلاحظ أن إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تخفف زج جيشها في خان يونس. لماذا؟ لأنها لا تريد أن ترفع عدد الخسائر البشرية التي تيقن منها في حال التصعيد باتجاه خان يونس. لذلك لاحظ أنها هي يعني تقوم بمناوشات ومحاولات سيطرة على أطراف خان يونس، لكنها لا تجرؤ على الدخول إليها كي لا تكرر نفس الكارثة التي وقع بها جيشها في غزة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا عقيد حاتم الراوة. من جديد إليك سيد ضياء الشمري ضيفي من فيينا، ما مصير النظام الإنساني في غزة مع سحب الأموال من الأونروا؟ أستاذ ضياء، ما خطورة تسييس القضية في ظل عدم التحقق من مزاعم الاحتلال التي اتهم بها أشخاصا معينين في الأونروا؟ حقيقة ليست الأمر سياسي، احنا نتكلم بأمر إنساني حقوقي بهذا الموضوع. هذا الموضوع الذي تتحدث به الدول التي امتنعت عن التمويل أونروا أو دفع الإمكانية عليها أو ما يترتب عليها من دفع، هذه هي خرق لكل القوانين الدولية. هذه الدول هي ملزمة بدفع هذه، لأنه ازدواجية المعايير بالإضافة إلى انحياز كامل إلى الكيان إلى إسرائيل، وهذا الانحياز هو ضد حقوق الإنسان وضد ما يوجد على أرض الحقيقة في الواقع في غزة. الأمر الدول التي تبنت هذا الموضوع ومن ضمنها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بهذا الخصوص هو انحياز كامل لفئة ظالمة، لفئة محاربة، لفئة أدينت بصيغة غير مباشرة بالمحكمة الدولية. لهذا السبب هم قاعد يتبنون هذا القرار مناهضا إلى هذا القرار. يعني القرار كان واضح من المحكمة الدولية وإدانة واضحة بعملية الإبادة الجماعية بصيغة غير مباشرة، ومطالبة المحكمة الدولية بعدم استمرار الجيش الإسرائيلي بالإبادة الجماعية معناتها هنالك إبادة جماعية في هذه المنطقة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا أمر خطير جدا. وهذه الدول هي تتحمل الجزء الأكبر من انتهاكات لحقوق الإنسان بجانب إسرائيل. أستاذ ضياء، يعني جرت العادة في القضايا الدولية أن تعليق المساعدات يكون بعد التثبت أو بعد ثبوت تورط طرف ما مثلا بارتكاب جرم معين مثلا، لكن وجدنا هنا أن الكثير من الدول سارعت إلى تعليق يعني تقديم تبرعاتها والتزاماتها للأونروا، والتحقيقات لم تبدأ بعد أو لا تزال في بداياتها. على ماذا يدل ذلك؟ قرار المحكمة الدولية كان واضح، إبداء المساعدات الفورية إلى قطاع غزة وإنقاذها من حالة الكارثة الذي تحدث في غزة، ونبهت عنها كثير من المنظمات الحقوقية المدنية التي غير تابعة إلى الدولة، ولكن الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا في الأمم المتحدة في فلسطين قالت هذا الشيء، أنه كارثة ستحدث في هذه المنطقة، وهذه الكارثة نحن نلاحظها. عدم امتناعهم هم امتثالهم
لإسرائيل. يعني حقيقة هم تبنوا القرار. نعم. الإجرام الذي تقوم فيه إسرائيل تبنوا هذا القرار، لأنه لا توجد هنالك لحد الآن حتى المحامين الإسرائيليين الذي حضروا بالمحكمة ليس لديهم أدلة على أن المقاومة الفلسطينية هي ارتكبت جرائم ضد الفلسطينيين، فقط ادعاءات وادعاءات إعلامية ولا لها أي إثبات. ولهذا السبب المحكمة طلبت من إسرائيل أن تقدم الادعاءات التي تقولها، لأن لا توجد ادعاءات. ولكن دولة جنوب أفريقيا قدمت 84 صفحة عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المحكمة. إذا تبنيهم لهذا الموضوع هم تبني قضايا الشر. نعم. سيدة رتيبة، ما المنتظر من جلسة مجلس الأمن بشأن غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية وموقف واشنطن من قرار المحكمة؟ الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا جدا في تصريحاته بأن الدول عليها يعني احترام قرار محكمة العدل الدولية وأخذ الإجراءات اللازمة لجعله قابلا للتنفيذ. ولكن مرة أخرى نحن نعلم بأن مجلس الأمن مرهون برعاية أمريكية والفيتو الأمريكي الذي دائما يتصدر حماية إسرائيل بمخالفة كل الأخلاق التي قامت عليها أصلا فكرة الأمم المتحدة. وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث أنه سيكون هنالك قرارات جازمة أو ملزمة لإسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ما لم يكن هنالك إرادة أمريكية لذلك. نعم، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة رتيبة. من جديد إليك عقيد حاتم، هل ترى بأن الأمور مستقرة فعليا في الشمال كما كان يخطط له مجلس حرب الاحتلال؟ هل جرت الأمور كما يريد الاحتلال تماما في غزة؟ لا لا لا، يعني لا يمكن أن نقول أن الأمور مستقرة وبالطريقة التي تريدها إسرائيل. نعم. يعني حتى إن استقرت الأمور فهناك بنود كثيرة أرغمت عليها إسرائيل، أرغمها عليها الواقع العسكري الذي يعني فاجأ إسرائيل بهذه الإمكانيات وهذه الجسارة ومواكبة التقنيات التي أبداها مقاتلو حماس. لذلك يعني هناك ضمانات. ولاحظ أن نتنياهو كم يتخبط الآن، يعني مرة يعلن أنه هو يقبل بهدنة 45 يوم مقابل تبادل الأسرى وأن يطلق 1000 أسير مقابل كل أسير. طيب يعني 1000 أسير هو قادر مثل النظام السوري قادر على جمع آلاف المواطنين الفلسطينيين واعتبارهم ادخالهم بصفقة تبادل. يعني هذه كلها مناورات. لكن أهم كل شيء أن مقاتلي حماس قد أعلنوا أنهم مستعدون يعني القبول بالهدنة وتبادل الأسرى بضمانة قطرية، وبضمانة قطرية هذه يعني تعني الكثير. يعني لن تكون والله يعني عبارة عن رد على الهاتف أو تصريح بسيط من مسؤول قطري وانتهى الأمر. لا يمكن لهؤلاء المقاتلين أن يركنوا إلى هذه الهدنة إلا بعد أن يتأكدوا من إمكانية تطبيق الضمانات. نعم. والحرص عليها من قبل الجهات الضامنة. من جديد إليك أستاذ ضياء، يعني في ذات الوقت ما الذي تعنيه هذه الجثث المتحللة التي يعثر على الكثير منها بين الحين والآخر ويعثر عليها مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين في غزة طبعاً، لا سيما تلك التي عثر عليها في مدرسة حمد شمالي قطاع غزة؟ ما الذي يفهم من هذا على المستوى الإنساني والحقوقي الدولي؟ انتهاكات كبيرة تقوم بها إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي بالأحرى الحكومة الإسرائيلية بالأجمع يقومون بانتهاكات من التصريحات وانتهاكات فعلية يقوم بها الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة. وهذا الأمر معلوم لكل العالم،
ومعلوم حتى للمحكمة الدولية، والمحكمة الدولية ذكرت هذه التقارير وذكرت التقارير تفصيلية بما يجري في قطاع غزة. لكن الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الغربية هم متضامنين 100%، وانحرافهم هم يتكلمون عن حقوق الإنسان ويتكلمون عن رعاية الأطفال ويتكلمون عن التعليم ويتكلمون عن كثير من مواقف تحدث في العالم أقل من هذه بكثير، ويندّدون فيها ويتدخلون تدخل مباشر. ولكن حينما يكون الأمر بين العرب وإسرائيل تختلف الأمر، يعني هنالك ازدواجية المعايير في هذه المنظومة الدولية الموجودة بالوقت الحاضر، وانضمت لها كثير من الدول ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولكن انجرفت مع هذه الدول وتضامنت مع هذه الدول، وهي لا تفهم الموضوع أو هي تفهم وتعي ما لا يحدث في قطاع غزة. قطاع غزة من المناطق المنكوبة بالعالم بالوقت الحاضر، لا يوجد لا ماء لا كهرباء لا دواء لا علاج لا يعني هذه كلها غير موجودة في الوقت الحاضر في قطاع غزة، وهم يشددون على هذا عدم دعم الأنروا بالملتزمات التي هي يجب أن تدفع من هذه الدول. وتبرأت من هذا الموضوع، إذا هنالك موضوع مخطط للإبادة الجماعية لهذا الشعب اللي وقع في هذه المحنة. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ ضياء. من جديد إليك أستاذ حاتم، يعني ماذا عن حماس؟ ألا ترى أن هناك خطوة برجوعها أو خطورة برجوعها للإمساك بالأرض في مناطق الشمال؟ على ماذا تستند حركة حماس ومقاتلها على الأرض باستراتيجيتها وإدارة المنطقة مدنيا، خصوصا في ظل يعني الشراسة بين قوسين التي يقوم بها الاحتلال وترسانته ضد المدنيين العزل هناك في مناطق شمال غزة؟ تكتيك حماس العسكري ويعني إطالة العملية أو توسعة رقعة العملية في الشمال، إلى ما تستند حماس؟ ما الرسالة التي تود إيصالها إلى الطرف الإسرائيلي في ذلك؟ أستاذي الكريم، يعني باعتراف خبراء عسكريين ومراقبين يعني لديهم معلومات أدق بكثير مما يعلن على الشاشات الفضائية، أكدوا أن عدد أو نسبة الأنفاق التي تم تدميرها أو السيطرة عليها أو اكتشافها لا يتجاوز 16% من حجم الأنفاق الحقيقية الموجودة في غزة. لذلك نحن نقول أنه لا يمكن لمقاتلي غزة أن يكونوا قد يعني استنفذوا كامل قوتهم بمرة واحدة، لا بد لهم من الاحتفاظ بالخطة ألف والخطة ب والخطة جيم حسب العادة يعني وحسب العرف العسكري. لذلك هم قاتلوا بجهد معين، لكن لا يمكن إلا أنهم يدخرون الجهد اللازم لما تبقى. لكن العودة إلى مناطق بالشمال عقيد حاتم، تعرف ذلك. عودة مقاتلي حماس إلى مناطق الشمال الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر عليه بالكامل، عودة مقاتلي حماس إلى تلك المناطق، ألا ترى أنها توصل من خلالها رسالة بأن يعني جناحها العسكري لا يزال متماسكا ولديه الكثير حتى يقدمه في المعركة الدائرة؟ تماما، يعني هذا ما أقوله أنا، أنه حتى لو سمحوا بقطاع معين أو محور معين للجيش الإسرائيلي بالتقدم فيه فهذه خطط عسكرية تقتضيها طبيعة المعركة التي لا نستطيع أن نصل إلى نوايا مقاتلي حماس. نعم. ولماذا سمح هنا بالتقدم وهنا أبدى شراسة وقتال عنيف؟ نعم. هذا أنا أقول أن حماس لم تستهلك كامل جهدها العسكري. نعم. وبالتالي هذا ما يخيف إسرائيل، والدليل ما يجري في خان يونس الآن. طيب في ذات الوقت ماذا يعني هذا التقدم البطيء للاحتلال في خان يونس التي ذكرتها؟ ما مدى قدرة جيش الاحتلال على الاستمرار بهذه الوتيرة هناك خصوصا في خان يونس؟
التقدم البطيء أنا أقول أنه يعني أقل كارثية أو أقل خسارة للعنصر البشري والآليات في الجيش الإسرائيلي، لذلك هي ستحاول قدر الإمكان أن تطيل فترة التأخر في يعني باتجاه خان يونس إلى أن تتمكن من الوصول عبر المحادثات إلى ما يعني يحفظ لها دماء بقية العناصر. وضحت الفكرة. قيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. متواصلون وإياكم في هذه التغطية مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل، فتفضلوا بالبقاء معنا. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وما زلنا في رحاب هذه التغطية المتواصلة التي تأتيكم من خلال شاشة قناة الرافدين الفضائية بشكل يومي. هذه التغطية التي نسلط الضوء من خلالها على الواقع الميداني والإنساني الذي يعيشه عموم قطاع غزة في ظل العدوان الصهيوني الغاشم بحق المدنيين هناك منذ ما يزيد عن 117 يوما. أعود إليك مجددا أستاذة رتيبة، يعني إلى أي مدى ترين أن حكومة نتنياهو قادرة على أن تواصل؟ إلى أين يقود بها الصراع الدائر مع تحميلها الفشل بحل ملف المحتجزين؟ تفضلي. يعني أعتقد أن الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي تتزايد يوم بعد يوم. هناك احتجاجات في تل أبيب في القدس أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هناك غضب من فشل الحكومة حتى هذه اللحظة وفقدان الثقة بكابينة الحرب على قدرتهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين من يد المقاومة الفلسطينية، وقد رفع الكثير منهم بما فيهم جانس اللي هو شريك أصلا في كابينة الحرب لافتات الكل مقابل الكل، بمعنى إجراء وإتمام صفقة الأسرى التي يمتنع غرور نتنياهو عن القبول بها حتى هذه اللحظة. ولكن أيضا هنالك أصلا مؤشرات ضعف لهذه الحكومة منذ بداية وجودها، وليس فقط ملف الحرب والأمور الكثيرة المخفية في 7 أكتوبر التي حدثت، وهنالك تحقيقات مطالبات بتحقيقات فيها قد بدأت، وبالتالي كل هذه المؤشرات تشير إلى أننا سنذهب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة لربما في بداية الربيع القادم في شهر 3 أو 4 على أبعد تقدير، لأن هذه الحكومة أصبحت مثقلة بالفشل وفي الملفات الإخفاقات الكثيرة جدا، وحتى أنها لا تراعي السياسات الخارجية أو الصورة الخارجية لدولة إسرائيل، مما أدى أيضا إلى تزايد الخلافات ما بينها وما بين الإدارة الأمريكية التي أيضا
تريد تغيير هذه الحكومة. أستاذ ضياء، ماذا عن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار؟ حديث عن وقف إطلاق النار ويعني اتفاق لا تزال تفاصيله يعني غير معلنة بشكل رسمي، ولكن لا تزال هذه الاتفاق جارية، ما أهمية إعلانها في هذه المرحلة وقف إطلاق النار؟ تفضل أستاذ ضياء. ذلك إشكاليات ليست في القرار، وإنما الإشكالية هي في الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية لا تريد وقف إطلاق النار لعدة أسباب، منها أسباب سياسية، منها أسباب وتداعيات ممكن هذه الحكومة تحالي للمحاكم الدولية أو حتى المحاكم المحلية. لهذا السبب هم يفكرون أكثر مما بصالح أنفسهم ذاتهم، وليست بصالح ما يحدث بالمنطقة. هم يفكرون يعني نتنياهو هو لا يهم ما الأسرة، يعني الأسرة بالنسبة إلى يعني حقيقة موضوع ثانوي وليست رئيسي بهذه المشكلة. بالنسبة للشعب الإسرائيلي عنده هذه نقطة مهمة، لأن أولادهم هم الموجودين الأسرة في غزة. يعني أكو تناقضات في أمر الحكومة. الحكومة متى ما تشعر أنه هنالك إشكالية خطرة راح تحدث على دولة إسرائيل راح يتم وقف إطلاق النار، لأن هنالك مساعدات تأتي من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى إسرائيل، وهذه تدعم الحكومة الإسرائيلية بمواجهة عدوانها واستمرارها بوحشيتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة. هذا ما قاعد يحدث بالوقت الحاضر. الدول الأوروبية أيضا واقعين في حيرة، لأن هنالك مشكلة أوكرانيا كما نعلم، وهذه المشكلة ضغطا اقتصاديا وسياسيا على الدول الأوروبية. هنالك مشاكل كثيرة موجودة في أوروبا، وهنالك مشاكل أيضا عندهم في شعبهم، لأن نسبة البطالة قاعد تزداد في أوروبا، وهذه مشكلة الحكومات الأوروبية. يعني وقعوا في حيرة، وهذه الحيرة يجب عليها أن يكون قرار جريء من الدول الأوروبية، وتتبنى هذا الموضوع عزلة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا المتبنين موضوع إسرائيل 100%. الدول الأوروبية هنالك أيضا تناقضات بين الدول الأوروبية على هذا الموضوع. الموضوع وقف إطلاق النار من المواضيع المهمة جدا، ويجب أن يستمر بالضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ ضياء. من جديد إليك أستاذ رتيبة، ما قيمة عودة الحديث في هذه الأيام عن حل الدولتين والنصائح المقدمة من قبل واشنطن وبرلين للاحتلال الصهيوني؟ أي ضرورة سيحملها هذا الحديث في هذا التوقيت بالذات لوقف العدوان المتواصل ضد أهالي قطاع غزة؟ بالأغلب يعني لإعادة الصورة والاعتبار لإسرائيل وإعادة موقعها في ما بين دول العالم بعد الفظائع التي ارتكبتها. اليوم الإدارة الأمريكية تبحث عن من يستطيع حمل خطاب جديد في إسرائيل، وأيضا الساسة الإسرائيليين يبحثون عن من يستطيع تبني خطاب جديد. هم لا ينوون حقا إعطائنا دولة فلسطينية أو حل الدولتين، لأننا نسمع عن حل الدولتين منذ أكثر من 30 عاما، وحتى اللحظة يعني حتى يعني وزير رئيس الوزراء أو عفوا وزير الخارجية البريطاني في تصريحه الأخير تحدث عن احتمالية الاعتراف بدولة فلسطين، ولم يتحدث عن اعتراف فوري بدولة فلسطين. كذلك الأمر إسبانيا وبلجيكا يتحدثت عن هذه الاحتمالية التي نسعى إليها منذ 2012 أو طلبناها منذ 2012، أن تعلن دولة فلسطين كأمر واقع والاعتراف بها كدولة كأمر واقع، كما هم المعترفين فعليا بدولة إسرائيل كجزء ثاني من قرار الأمم المتحدة الذي تحدث عن دولتين. لماذا اعترفوا في أحد هذه الدولتين؟ وبالتالي هذا خطاب للاستهلاك العالمي، للتسويق أكثر، لمحاولة لملمة الجرائم الأخلاقية والإخفاق الأخلاقي التي يعني تورطت به هذه الدول الغربية مع إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. ولكن إمكانية أن يكون يعني جدي وفيه مساعي حقيقية بإخفاق يعني حل الدولتين أو إنشاء دولة فلسطينية أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأعتقد أنه يعني نسبة ضعيفة جدا. نأمل
يعني أن يكون هنالك فعلا جدية دولية والتزام دولي بتحقيق هذا القرار، ولكن أعتقد أنه ما زال بعيدا جدا ضمن حسابات هذه الدول وتورطها مع إسرائيل، وإنما هي تستخدمه لتهدئة الرأي العام في بلدانها أولا وإعادة التسويق لإسرائيل مرة أخرى في العالم. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة رتيبة، سأعود إليك من جديد. إليك أستاذ ضياء، ماذا عن إصرار إسرائيل على ارتكاب مجازر رغم توصية محكمة العدل الدولية؟ هذا هو المحور الذي سنتحدث به أكيد، ولكن بعد فاصل قصير. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ضيفينا العزيزين وكذلك المشاهدين الكرام. فاصل ومن ثم نواصل. وصلنا معكم أعزائنا المشاهدين وهذه التغطية اليومية في ظل الحرب المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة في يومها 117. توجه بسؤالي لكم الآن الأستاذ ضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا، ضيفي من فيينا. يعني ماذا عن إصرار إسرائيل على ارتكاب مجازر رغم توصية محكمة العدل الدولية بواجب تجنب المدنيين؟ كيف ستنظر المحكمة للتقرير المحتمل الواجب على الاحتلال تقديمه؟ ما المتوقع أن يحصل في الجلسة المقبلة؟ تفضل. حقيقة الملف لحد الآن لم يغلق، ملف الإبادة الجماعية حسب قرار المحكمة الجنائية الدولية لم يغلق لحد الآن، وطلبت من الجنوب دولة جنوب أفريقيا بتقديم التقارير الجديدة بما يحدث في قطاع غزة، وطلبت من إسرائيل أيضا بنفس الوقت أنه تجلب التقارير عن ما عدم ارتكابها لهذه الجرائم. بس إسرائيل بالوقت الحاضر هي متهمة اتهاما مباشرا عما يحدث في قطاع غزة من قبل من هذه الجريمة النكراء التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني. هنالك مراقبين دوليين موجودين، هنالك منظمات حقوقية أيضا موجودة على أرض الواقع وتراقب الأمر عن كثب بما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل القوة العسكرية الموجودة في إسرائيل وتعمدها بقتل الناس المدنيين والإبادة الجماعية وحتى قصف المدارس وقصف المناطق السكنية الآهلة بالسكان الذي دعت لها إسرائيل أنه يسكن في هذه المناطق حتى تكون مناطق آمنة، وطلع غيرها ذلك أنه حتى المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل هي تقصف هذه المناطق. إذا هنالك ارتكاب جرائم واضحة أمام الشعب الفلسطيني. القوة التي تتمكن، القوة التي تدعم إسرائيل هي جزء من هذه العملية الإبادة الجماعية، هي جزء بعملية ارتكاب إسرائيل بهذه الجرائم البشرية التي تقوم بها وانتهاكات لحقوق الإنسان. يعني الدول الغربية هي تدعي بهذا، ولكن على أرض الواقع نرى غير هذا، وهنالك تذمر شعبي من الشعوب الدول الأوروبية وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا ضد هذه الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. ابقى معنا أستاذ ضياء، سأعود إليك بسؤال أخير. إليك من جديد عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس السيدة رتيبة النتشة، يعني ما الأولوية القصوى التي يحتاجها قطاع غزة في هذه المرحلة العصيبة من وجهة نظركم؟ نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والوقف لقتل المدنيين الأبرياء والتجمعات، قصف التجمعات السكنية وقصف مراكز اللجوء والنازحين بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية طبعا دخول المساعدات الإنسانية بالأخص الطبية. نحن رأينا بالأمس في خان يونس نفاذ للمواد الطبية في المستشفى الذي تحاصره إسرائيل، في المستشفيين الذي تحاصرهما إسرائيل في خان يونس، وعجزهما حتى عن تقديم الخدمات الطبية، وفي يعني وهذا أمر طارئ وملح، إدخال المساعدات الإنسانية من طعام وشراب وأيضا من علاج كافي
معالجة ومداواة الجرحى وإجراء عمليات. نحن بحاجة أيضا لطواقم طبية مختصة للمساعدة في إجراء عمليات طارئة، ولربما إخراج بعض الحالات المستعصية للعلاج في الخارج. كل هذه أولويات قصوى في قطاع غزة. أضف على ذلك أيضا نحن بحاجة إلى أماكن لإيواء النازحين الذين نحن نعلم أن 80% من البيوت تم تدميرها في قطاع غزة لإيواء هؤلاء النازحين. حتى الخيم هذه الأيام لا تستطيع أن تحمي الناس من المطر الشديد، نعم وإن توفرت طبعا هذه الخيام، لأن إسرائيل حتى اللحظة تمنع من دخول الخيام، وتم استخدام ما يمكن الوصول إليه من نعم خيام أصلا كانت موجودة في مخازن الأونروا أو غيرها. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة رتيبة. إليك بهذا السؤال الأخير أستاذ ضياء، ما المنتظر والمطلوب من جلسة مجلس الأمن بشأن غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية؟ أيضا قرار من المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي أنه تطالب إسرائيل بحل هذه العطلة، الإبادة الجماعية، وتبني موضوع كيفية إيصال المواد الغذائية والمؤونة إلى قطاع غزة وخلال فترة شهر. يعني طلبت من عندها خلال فترة شهر. إحنا ننادي المجتمع الدولي وننادي الأمم المتحدة كمنظمة عربية لحقوق الإنسان تعمل في هذه المنطقة، أنه يجب أن يستجيبوا إلى ما حدث في قطاع غزة. يجب الاستجابة إلى تمويل المواد الغذائية والطبية ووقف إطلاق النار. يعني هذا الأمر غير طبيعي. يعني لحد الآن راح يصير أكثر من ثلاثة شهور، ولحد الآن لهذه اللحظة لم تبدأ إسرائيل استعدادها لوقف اطلاق النار ولعدم الاباده الجماعيه وقصف المدنيين وقصف المستشفيات والمدارس. وبالاضافه الى هذا، المواد الغذائيه والماء والكهرباء لا توجد في قطاع غزه. نطالب اسرائيل بهذه العمليه، انه يجب عليها ان تمتثل، لان الدول التي تدعم هذه الدول هي متضامنه مع اسرائيل بالاباده الجماعيه بصيغه مباشره او غير مباشره. شكرا جزيلا لك رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا الأستاذ ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. وإليك كذلك بالسؤال الأخير أستاذ رتيبة، يعني بعد نحو 4 أشهر من الحرب المتواصلة ضد المدنيين من أهالي قطاع غزة، إلى أي مدى تتفقين مع الرأي القائل بأن ما جرى في غزة خلال نحو 4 أشهر يدق المسمار أخير في نعش طموحات نتنياهو السياسية على المستوى الشخصي، وكذلك في مشوار حكومته الموصوفة بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان؟ أعتقد بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستتهاوى قريبا لأسبابها الموضوعية الداخلية ولأسباب التغيرات في المجتمع الإسرائيلي والضغط الخارجي، ولأنها ستدرك تماما بأنها تعجز أمام إرادة الشعب الفلسطيني الذي استمر على مدار أكثر من 75 عاما يرفض التهجير ويرفض أن يخضع للاحتلال ويرفض الإبادة أو حتى أن يباد. ونحن نعلم دائما أن البطن الفلسطينية ولادة، وبالتالي أحلام بنيامين نتنياهو وحكومته يعني ستتكسر أمام الإرادة الفلسطينية. ولكن ما كنا نأمله أيضا هو رفع الحصانة الدولية عن إسرائيل وممارسة العقوبات على إسرائيل لهذه الانتهاكات، لإنهاء ليس فقط حكومة بنيامين نتنياهو، وإنما أيضا ردع أي حكومة أخرى في إسرائيل من ارتكاب نفس المجازر المستمرة بحق شعبنا منذ 75 عاما حتى اليوم. عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة رتيبة نتشا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، المجزرة متواصلة ليس فقط بحق المواطنين الأبرياء، وإنما بحق الحجر والشجر في آن. المأساة التي يعيشها الفلسطينيون هذه الأيام في شمال غزة مأساة فوق أن تصفها الكلمات. الحالة المريرة التي يشكو منها المواطنون هناك تقول بأن المجزرة كارثية، وبأن ما يدور بحق المدنيين على مستوى الحقوق الآدمية البسيطة إنما هو ينم عن وضع جسيم وخطير للغاية. العشرات من الآلاف، عشرات الآلاف في شمال قطاع غزة لا يجدون الآن الماء ولا الغذاء، ولا يجدون
من يوفر لهم هذه الأشياء فينقلها إليهم في أماكن وجودهم؟ هذا إلى جانب المخاطر التي تترصدهم من كل حدب وصوب في مناطق الشمال التي أصبحت تشبه ساحة الحرب المغلقة، والمواطنون المدنيون لا يجدون فيها زاوية آمنة، والاحتلال يلهو ويفسد ويقتل ويدمر ويرتكب يعني الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وما من حسيب ولا رقيب. والحال ليس بأصلح منه في جنوب غزة التي يتكدس فيها ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني هناك في المخيمات التي أنشئت في مدينة رفح. أكثر من ثلثي أهالي قطاع غزة في هذه الأثناء متواجدون فقط على مساحة 20% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة في منطقة رفح. هذا لأن منطقة الوسط وخان يونس تحولت أيضا ساحة حرب، والاحتلال يهدد بإشعال منطقة رفح في ظل وجود المواطنين هناك والنازحين هناك. يهدد الاحتلال بأنه سيبدأ عملياته في رفح قريبا. السلامة لغزة، هذا ما نرجوه من الله. وصلنا إلى ختام هذه التغطية، نراكم غدا بحول الله وبعد غد من خلال هواء الرافدين. دائما كونوا في أمان الله.